صديقي العزيز، قلل بدائلك. لا تتوسع كثيرا في البدائل، وحتى عندما تريد أن تتخذ قرارا في سفر كان أو شراء سيارة، فلا تبالغ في الخيارات المطروحة. لا تتجاوز 3 من الاختيارات، ثم قارن بينها، ثم عقد العزم واختر أحدها متوكلا ومستعينا بالله. قرأت في مقالة جميلة دراسة لأحد الباحثين أكد فيها الأثر السلبي للبدائل الكثيرة بعد أن باع العسل بطريقتين. الأولى، تم عرض 6 فقط من العسل، حيث توقف ما نسبته 40% من المارة أمام طاولة العسل وسألوا عن الأنواع، وقد قام 75% من توقفوا الشراء. أعاد الباحث الكرة، ولكن صف أكثر من 20 نوعا من العسل. المفاجأة كانت أن 60% من المشاة توقفوا وسألوا عن الأنواع وعن اختلافها، لكن الذي اشترى فعليا هم 5% من الذين توقفوا. هناك اختلاف كبير بين نسبة الأشخاص الذين اشتروا وبين السيناريو الأول والسيناريو الثاني. إذن ماذا حصل؟ كل الذي حصل أن البدائل زادت، الخيارات تكاثرت. وقديما قالوا إذا بتحيروا خيروا، والسر خلف هذا أن تعدد البدائل يزعج العقل ويلزمه بتفكير أعمق، مما يؤدي إلى إنهاكه وإجهاده. لذا فالبشر يجنحون للهروب من هذا الأمر عبر الابتعاد عنه. وفي هذا الشأن أتذكر مطعمين لا تتجاوز قائمة الطعام لديهما 5 ويحظيان بإقبال كبير. ومما راق لي تحليل عجيب لأحدهم لسر توحيد ستيف جوبز لملابسه، والذي لا يلبس سوى التيشيرت الأسود والجينز فقط. والسر في هذا أن يعفي نفسه من مؤونة التفكير في اختيار الملابس والتفرغ لما هو أهم. وعلى الضفة الأخرى، نجد أن شح البدائل، وذلك بعدم توسيع الدائرة والاقتصار على بديل واحد، أمر يجنب المصلحة. فالتركيز فقط على أمر واحد ربما يعمي العين ويفوت الفرصة على بديل آخر أكثر فائدة وأعظم نفعا. فالأمر نسبي، ولكن النسب تتفاوت. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.